أرحب بضيفي من الناصرة المختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور سهيل دياب. دكتور سهيل، أهلا بك. هل تعتقد أن ربما إسرائيل نشرت عبر المبعوث الأمريكي هوكستين بنقل شروطها إلى الجانب اللبناني؟ تحياتي لك يا عزيزي طارق وللمتابعات والمتابعين. برأيي أن هذه الزيارة هي تعبر عن ثلاث يعني رسائل ومؤشرات. رسالة زيارة هوكستين أولا تعبر عن بدء التعثر الميداني الإسرائيلي في الميدان اللبناني، وبداية تفكير وفحص إسرائيلي هل من الممكن إيجاد وسائل دبلوماسية لتحقيق مآرب إسرائيلية ما لم ينجح في الميدان حتى الآن. وهذا مؤشر برأيي علينا أن نراه بشكل جدي ونقرأه بشكل جدي، لأن التوقعات الإسرائيلية من الاجتياح اللبناني كانت مبنية على معطيات، والنتيجة تظهر عكس هذه التوقعات الإسرائيلية. فبداية هي مؤشر، ونحن نعرف عندما يأتي المندوب الأمريكي ليس من الآن، منذ 2006 ومن قبل 2006 وبعد 2006 حتى بترسيم الحدود المائية اللبنانية، كان يأتي عندما يكون بداية تفكير إسرائيلي أنه جاهز لمثل هذه الأمور وجاهز مثل هذه المفاوضات. الأمر الثاني علينا أن نراه بهذه الزيارة أنها حاجة أمريكية محضة، وخاصة من قبل حملة كاميلا هاريس، والتي تلقى تعثرا معينا في الولايات المتأرجحة. والمشكلة الكبيرة هناك هي الوضع بالشرق الأوسط، وخاصة في غزة ولبنان. هم يريدون أن تجري هذه الانتخابات بعد أسبوعين بأجواء انفراجية في المنطقة، وخاصة في لبنان في الأسبوعين القريبين. والأمر الثالث لهذه الزيارة علينا أن نراها هو أنه ما طرحه أوكستين بخلال لقاءاته مع يعني المسؤولين اللبنانيين هو ليس الورقة الشروط الإسرائيلية التي نشرت في إكسيوس من قبل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، وهي شروط عالية السقف وهيمنة وكأن يعني احتلال جديد ولكن بتوقيع لبناني لمنطقة جنوب لبنان، وإنما تجاهل كل هذه الورقة كليا وتحدث باتجاه كيف من الممكن الوصول إلى مخرج. وكان الجواب بري بشكل واضح له، بداية اذهب إلى نتنياهو وأحضر لنا أنه موافق على تنفيذ 1701 كاملا، ونحن على استعداد للحديث بعد ذلك على كل شيء. إذا أريد أن أجمل هذه الزيارة أستطيع القول أنها محاولة لإيجاد تجربة هل من الممكن الوصول إلى أي شيء بشروط إسرائيلية ما لم تستطع إسرائيل إحضاره في الميدان، وثانيا حاجة أمريكية بالأسبوعين القريبين. طب أثرت أكثر من نقطة دكتور سهيل، تقول أنها حاجة أمريكية، هل يمكن لبنيامين نتنياهو أن يمنح تلك الورقة للحزب الديمقراطي وهو يطلع إلى فوز دونالد ترامب بولاية ثانية؟ هذا أولا. إذا كان الوضع من وجهة نظر الإسرائيلي بأنه يتعثر ولا تحرز إسرائيل الأهداف المرجوة من عدوانها على لبنان، ما الذي سيجعلها تذهب إلى القرار 1701، وهي التي تطالب على لسان بنيامين نتنياهو بأنها ستعمل على تغيير الواقع الأمني في منطقة الشرق الأوسط؟ هذا ثانيا. وثالثا، فيما يتعلق أيضا بإمكانية التطبيق، طالما أن هوكستين نفسه اليوم في بيروت اعتبر أن 1701 ربما ليس كافيا لكلا الجانبين. يعني أنت وصفت الإشكاليات بالضبط. بما معنى أن إسرائيل الرسمية المتمثلة بنتنياهو لا تريد أن تساعد كاميلا هاريس في الانتخابات القريبة، وهو يريد أن يحضر ترامب إلى البيت الأبيض. هذا واضح. السؤال، لو كان هذا هو السبب الوحيد لهذه الزيارة لكان واضحا أن الأمور ستذهب بشكل آخر.
وعلينا أن نرى الرسالة مع الشروط التي وضعت في إكسيوس هي تعبير عن موقف إسرائيلي استباقي يقول للولايات المتحدة يعني لا تتحدثي باسمنا كثيرا في هذه الزيارة لأننا لنا شروط أكثر من ذلك بكثير. هذا أولا. ثانيا، هل من هناك من أسباب إسرائيلية إضافية لمثل هذا الرأي؟ لماذا تقول إسرائيل على سبيل المثال أنها على استعداد أن توقف إطلاق النار مع لبنان إذا ما تم إنهاء دور اليونيفيل، أن تكون إسرائيل تستطيع أن تدخل إلى المناطق اللبنانية إذا وجدت أي إمكانية لعودة مسلحين من حزب الله إلى الجنوب أو إلى آخره؟ لكانت ذهبت وتابعت المعارك العسكرية في الميدان وتحقيق المآرب مباشرة بالوسائل العسكرية. لو استطاعت إسرائيل أن تصل إلى الليطاني خلال 3 أسابيع الأخيرة ما كانت تقوم به بالسابق بيوم أو يومين من الاجتياحات البرية التي نعرفها عبر التاريخ، لكان الأمور تأخذ طابعا آخرا، وكانت إسرائيل هي التي تضع الشروط، والدول العالم تتدخل مع إسرائيل من أجل أن توقف الحرب وإيجاد وسائل للتعامل مع الشروط الإسرائيلية. الوضع ليس كذلك. الوضع أن الميدان متعثر جدا للإسرائيليين في الدخول البري، في المسيرات التي تصل إلى العمق الإسرائيلي وليس فقط إلى الشمال، إلى عدم عودة النازحين الإسرائيليين إلى الشمال الإسرائيلي بل زيادة عددهم بشكل كبير، حتى أن المسيرات وصلت ليس فقط إلى القواعد العسكرية وإنما إلى بيت نتنياهو شخصيا في قيصريا. فلذلك التفسير الوحيد، أن نأخذ تفسيرا وحيدا وهو الانتخابات الأمريكية، لا يفسر هذا التوجه لقبول إسرائيل إمكانية وقف إطلاق النار، وهي التي تبجحت طويلا أنه لا حل سوى الحل العسكري حتى إنهاء كل حزب الله بكل لبنان وتغيير الشرق الأوسط وخارطته وتغيير حتى نظام الحكم في لبنان. هذه الشروط التي وضعتها إسرائيل في بداية الاجتياح، الآن هي تتعثر، هي تدفع ثمن غالي، وأيضا بالجنود وأيضا في المعدات وبأكثر من ذلك. فلذلك إذا جمعنا الأمرين سوية نرى أن هذه الزيارة ذات جناحين، جناح إسرائيلي متعثر يريد أن يفحص ماذا يمكن أن نفعل بهذا الأمر لاحقا، وحاجة أمريكية نحو الانتخابات القريبة. طب دكتور سهيل، يعني إذا كان التوغل البري يتعثر في جبهة جنوب لبنان لكن القصف يزداد ضراوة في مناطق متعددة في لبنان، أبات اليوم يستهدف أيضا البنية التحتية الاقتصادية لحزب الله، وهناك أوامر إخلاء لمستشفى الساحل قبل قليل بادعاء بأن هناك مخبأ فيه عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الورقية والذهبية، ما نفاها مدير المستشفى وكذلك السلطات اللبنانية. يبدو أن إسرائيل لا تزال تعتقد أن المزيد من النار دكتور سهير هو الذي سيفرض الدبلوماسية ويحدد اتجاهاتها. هذا ما تفكر به إسرائيل، هذا هو الحلم الإسرائيلي، هذه هي العقيدة الأمنية الإسرائيلية كل الوقت. هل نجحت في ذلك حتى الآن بعد سنة في قطاع غزة؟ وهل نجحت حتى الآن بعد حوالي 3 أسابيع ونصف في الجنوب اللبناني؟ إذا بدأنا الحديث عن الاجتياح كنقطة بداية وليس الضربات لحزب الله التي سبقت ذلك بما فيها اغتيال الأمين العام السيد حسن نصر الله، فنقول أنها لم تحقق أهدافها الاستراتيجية. هي لو نجحت أن تصل إلى هذا الاجتياح بأيام أيام قليلة وهي تحشد 100,000 جندي إسرائيلي من وقسم كبير منهم من النخبة بالشمال بمنطقة صغيرة جدا ولمدة طويلة جدا وتتكبد خسائر ليست قليلة، لا أنا ما أقول ذلك، وإنما الأجهزة الإسرائيلية، المستشفيات الإسرائيلية تصدر التقارير وما إلى ذلك، المحللين العسكريين وما إلى ذلك. الولايات المتحدة لا يمكن أن تدخل إلى محاولة إيجاد حلول بهذا الوضع
لو أن إسرائيل ترى أنها بحاجة إلى تجربة من هذا النوع لتفحص الأمور، ولو أنها ليست متعثرة لما لواصلت جهدها العسكري كحل وحيد للوصول إلى مآربها التي تريدها. فلذلك برأيي أن إسرائيل متعثرة، وإسرائيل تفحص ما يمكن أن تفعله، لكنها ما زالت غير جاهزة نهائياً للصراخ، دعني أقول. هي الآن تولول وتحاول أن تطلق صرخات تفتيش عن مخرج، ولكن ما زال الوقت مبكراً لتقول أن إسرائيل موجوعة نهائياً، وهي تطلب الآن وقف إطلاق النار. هذا الوضع لم نصل إليه حتى الآن. طب هل هي تستثمر من وجهة نظرك دكتور سهيل بالوقت حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حينها ربما ستتجاوب مع أي طروحات أو أفكار تتعلق بوقف الحرب، سواء كان ذلك في لبنان أو في غزة؟ ثلاثة أشياء يريدها نتنياهو. الأمر الأول إطالة الحرب قدر الإمكان لمصالحه الشخصية والسياسية. ثانيا يريد أن لا يكون أي تقدم بأي ملف، لا في غزة ولا في لبنان نهائيا، دون الوصول إلى الانتخابات الأمريكية بعد 5 تشرين، وعلى ضوء ذلك يقرر الخطوات القادمة. والأمر الثالث هو يريد أن يحقق بهذه الفترة القصيرة أمرين: تجديد العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني لإمكانية إيجاد شريط حدودي يفاوض عليه لاحقا، وتنفيذ برنامج الجنرالات في الشمال قطاع غزة، وفرض حكم عسكري في قطاع غزة بسيطرة إسرائيلية كاملة قبيل البدء بالمفاوضات فيما إذا اضطر إلى ذلك بعد الانتخابات الأمريكية. هذه الأمور الثلاثة التي يريدها بالأسابيع الثلاث القادمة، وهو يحاول أن ينفذها، ليس بنجاح كبير. ورأينا ما يجري في الجنوب اللبناني، ورأينا ما يجري أيضا في الشمال قطاع غزة. طب برأيك اليوم بعد كل هذه التطورات، سواء على جبهة غزة أو جبهة جنوب لبنان، وهناك زيارة يقوم بها وزير الخارجية أنتوني بلينكين اليوم، يبدأها من إسرائيل ثم ستكون له جولة غير معروفة بعد المحطات التي سيقوم بزيارتها، ويغادر الموفد الأمريكي لبنان اليوم، لن يوقف النار أو وقف إطلاق النار على غزة الحرب على لبنان إذا ما توقفت الحرب في غزة، هل يعني ذلك أن إسرائيل ستواصل العدوان على لبنان؟ رأيي أن ما يريده بلينكين الآن بهذه الزيارة الرقم 11 على فكرة، يعني بكل زياراته خلال السنة الأخيرة، هو يريد أن يحرز شيئا ما متعلق في الانتخابات الأمريكية وبحملة كاميلا هاريس. هناك مقترح عرض على الكابينيت الإسرائيلي الأخير، يقول بوقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 2 أسبوع فقط، ومقابل ذلك تحرير 5 من الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة مع حركة حماس، وبعد ذلك تعود الأمور إلى الحالة الحربية. ماذا يقول هذا ولماذا 2؟ على فكرة نصف الحكومة الإسرائيلية الكابينيت المصغر وافق على هذا المقترح. من عارضه هو بن غفير وسموتريتش على سبيل المثال، وهذا ما تم تسريبه صباح اليوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وجرى نقاش كبير عليه في الإعلام الإسرائيلي. وبالمقابل هنالك عودة بالجانب اللبناني لإرجاع مقترح الذي كان أمريكيا فرنسيا لمدة 3 أسابيع من أجل إجراء مفاوضات، ويريدون تنزيله لـ2، عندما كانت مدة الحملة الانتخابية بحاجة إلى 3 أسابيع اقترح 3 أسابيع، والآن يقترح 2، لأن مدة الحاجة الانتخابية هي 2 من أجل إجراء مفاوضات في لبنان. إسرائيل رفضت في لبنان وقف إطلاق النار،
نتنياهو ومجموعة من الأجهزة الأمنية لا تعارض أن يكون هناك وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في قطاع غزة لتتفرغ للجانب اللبناني العسكري. نعم. فلذلك عندما يتم مقترحات أمريكية بهذا الخصوص توافقا مع غزة ومع لبنان مرتبطة بمدة زمنية مؤقتة وشيء جزئي في عملية الوقف إطلاق النار، هذا يدل كثيرا أن الهدف ليس وقفا كاملا لإطلاق النار وإيجاد حلول دبلوماسية عميقة بعيدة المدى وتنهي حالة العدوان القائم سواء بغزة أو لبنان، وإنما الهدف هو تسهيل وتسيير العملية الانتخابية لصالح كاميلا هاريس خاصة في الولايات المتأشرة. لكن هذا يفترض الدكتور سهيل أن حماس تقبل بأن توافق على هدنة لمدة أسبوعين مقابل الإفراج عن 5 من الأسرى أو المحتجزين لديها، وحتى الآن ليست ثمة بيان واضح أو موقف صريح من حماس بعد اغتيال يحيى السنوار من أن هناك إمكانية متاحة للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل. كان بيانا واحدا للسيد خليل الحيه، هو كان نعيا وكان قصيرا جدا ليحيى السنوار، ولكنه تطرق الى هذا الموضوع وتحدث بشكل واضح جدا ان حماس لن تقوم بتنازلات في ما قامت بالاتفاق عليه والموافقة عليه بقضية التفاوض، وأن ملف المفاوضات ما زال قائما بالنسبة لحماس، وهم مستعدون لكل ما اتفقوا عليه ب2/7 وقبل ذلك ب5/5، وعلى استعداد أن ينفذوا ذلك إذا جهز الجانب الإسرائيلي، وهذا كان واضحا وضوح الشمس. ولكن هل حماس على استعداد أن تقوم الآن ب اتفاق جزئي مؤقت لمدة أسبوعين لكي تعود الحرب من جديد بعد أسبوعين؟ لا أعتقد أن حماس ستقبل بذلك. أنا أشكرك من الناصر المختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور سهيل دياب، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة. أستاذ أسعد أهلا بك، ربما حالت بعض العراقيل أو العقبات أن تصل مبكرا إلى الاستوديو، لا بأس بذلك فظروف لبنان صعبة ونحن ندرك ذلك. دعني أسألك بداية أستاذ أسعد، هل عرف ما دار في كواليس لقاءات هوكستين مع المسؤولين اللبنانيين نجيب ميقاتي محفظ الألقاب نبيه بري قائد الجيش؟ مساء الخير لكم ولمشاهدي المملكة. طبعا أنا أيضا أعتذر عن هذا التأخير، ونعتبر أن هذا الظرف الطارئ هو مؤقت. نتمنى ذلك. طبعا هي الزيارة الأولى بعد أن اندلعت الحرب الكبرى التي كانت متوقعة إثر فشل كل المفاوضات التي قادها أموس هوكستين منذ انطلاق جبهة المساند. وهذه الزيارة كما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي زيارة الفرصة الأخيرة، لكن لا أعتقد أنها الفرصة الأخيرة، ففي عالم الدبلوماسية يمكن البناء على مسار معين وليس مجرد محطة واحدة لمحاولة الوصول إلى وقف إطلاق النار ولتفاهم ينهي الحرب الإسرائيلية على لبنان. في المعلومات أن أموس هوكستين حمل جزءا من المطالب الإسرائيلية، لكنه ركز كمفاوض يمثل الإدارة الأمريكية على أن هناك ضرورة لتطبيق القرار 1701، ومع بعض التعديلات التي ربطها بالمساعدة على تطبيق هذا القرار، يعني تعديل في ربما في مهمة اليونيفل قوات الطوارئ الدولية، نشر الجيش بعديد كبير جنوب الليطاني، وأما الأمور المعقدة فهي تترك للمفاوضات. حرصت إسرائيل على أن تزود الإدارة الأمريكية بمطالب شبه تعجيزية، منها تحليق الطيران الإسرائيلي ومشاركة إسرائيلية في الإشراف على تطبيق القرار 1701. أعتقد أن هذه المطالب مرفوضة كليا في لبنان، ويمكن اختصار المشهد بأن
العناصر التقارب القادرة على إنتاج مفاوضات جدية لم تنضج إلى الآن. يعني نحن لسنا فقط أمام نموذج شبيه بغزة بموضوع الحرب وقسوة وعنف الحرب الإسرائيلية، نحن أيضا بنموذج شبيه بغزة بموضوع المفاوضات الفاشلة والمتتالية والجولات والزيارات من أجل إنتاج هدنة التي لم تؤدي كلها إلى أي هدنة أو وقف إطلاق النار. يبدو من خلال ذلك أن هذه الحرب هي حرب طويلة وهي وكأنها في بدايتها. طيب، هناك اتفاق يعني مفهوم في لبنان لضرورة تطبيق القرار 1701 والابتعاد عن القرار 559 حتى لا يثير الخلافات ما بين الأطراف اللبنانية، لكن هل جميع الأطراف اللبنانية القوى السياسية حتى تلك التي لديها موقف من الحرب ومن جبهة الإسناد، تدخل حزب الله إسنادا وإشغالا للعدو الإسرائيلي، هل الجميع متفق أن هذا هو الحل المرضي والمناسب، تطبيق 1701؟ هناك التباس في ال 1701، التباس مقصود من خلال طرحه وكأنه قرار أعزل، هو ليس قرارا أعزل. في مندرجات 1701 الآتي: أولا والأهم، منطقة جنوب نهر الليطاني حتى الحدود خالية من السلاح والمسلحين وخالية من أي استحكام عسكري تشرف عليها قوات طوارئ دولية وقوات معززة من الجيش اللبناني. ثانيا، إدراج القرار 1559 كجزء لا يتجزأ من 1701، والقرار 1550 تجريد الميليشيات، جميع الميليشيات اللبنانية من السلاح، وال 15 وال 1680 80 الخاص بضبط الحدود والمعابر البرية والجوية لعزم دخول السلاح، والمادة 15 والمعنية بها إيران دون تسميتها التي ترسل السلاح إلى حزب الله. يعني بالتالي هناك قرار بمندرجات هي جزء لا يتجزأ من هذا القرار، ومن الصعب تعريضها لاجتهاد كما يحاول الرئيس نبيه بري أو كما تحاول الحكومة اللبنانية تدوير الزوايا لوقف إطلاق النار. حزب الله يوافق الآن على وقف إطلاق النار، يعني فصل ملف لبنان عن ملف غزة فقط لا غير، أما في سائر البنود فهي عرضة للتفاوض. وقد لاحظنا أن آموس هوكستين بعد لقائه بري حرص على عدم الدخول في طبيعة هذه المفاوضات، لأنها بالتالي ستكون مادة على الطاولة للتفاوض ولا يمكن أن تعلن في العلن أو لا يمكن أن تكون مادة للإعلام. الطريق إلى وقف إطلاق النار يبدو أنها طويلة وليست سهلة. هذه زيارة أولى لهوكسين، ويقال أن مهمته لن تنتهي بمغادرة إدارة بايدن البيت الأبيض إذا ما تم انتخاب كامالا هاريس أو تجديد الحزب الديمقراطي، فإن الموفد الأمريكي مستمر بمهمته لأشهر أخرى إضافية. يعني أن هناك استمرارية، ويعني أن هناك زيارات وزيارات متتالية على خط محاولة ترتيب وقف إطلاق النار. إذن ليس صحيحا ذلك الانطباع ربما عند البعض بأن الزيارة التي قام بها أوكستين هي ليست لتمرير الوقت الضائع حتى الخامس من تشرين الثاني وهو موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية. لا أعتقد أن هذا الطرح صحيح. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية متضررة من اتساع الصراع، هي تريد حلولا دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى نفس النتيجة أو تبغي منها نفس النتيجة التي تريدها إسرائيل، ولكن بوسيلة الحرب أو الضغط العسكري أو الضغط بالنار، ولكن ليس هناك وقت ضائع. لماذا؟ لأن هذه الإدارة ستتحمل أكلاف اتساع المواجهة، وهي تسعى بالتالي إلى أن تحصر هذه المواجهة وإلى أن تخرج باتفاق، وهذا سعي مرتبط بمصلحة أمريكية عليا وليس بمجرد مشاعر أو تمنيات. بالتالي هذه أول الزيارة وهذه أول المبادرات بعد إعلان الحرب الكبرى، يعني بعد عملية الفيجر واغتيال نصر الله واغتيال القيادات والاجتياح الجوي الكبير المستمر، والآن لدينا تهديد بقصف الضاحية آخر هذه الليلة. إذن نحن أمام جهد أمريكي جدي، لكن السؤال هذا الجهد الجدي
هل يمكن أن يصنع معجزة ما في بين طرفين كلاهما يرفع السقف إلى أعلى المستويات؟ هذا صعب. كأن الجميع ينتظر نتيجة الوضع الميداني، وخصوصا الهجوم البري الإسرائيلي على الأرض، الذي سيحدد بالتأكيد إذا ما فشل أو نجح طبيعة المفاوضات القادمة. طيب، هناك أيضا مسار وجهد يبذل وشهدته بيروت اليوم، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. هناك أفكار محددة تطرح على المسؤولين اللبنانيين، أم هي توجيهات الجامعة العربية بشكل عام في كل أزمة؟ هي رعاية عربية في كل أزمة كما تتفضل. الرعاية العربية قائمة، ولكن أدوات الوصول إلى وقف إطلاق النار ليست لدى الجامعة العربية. زيارة أبو الغيط مهمة معنويا لبيروت. الجهد العربي الذي يحصل سواء من مساعدات، ولها المساعدات معنى الدعم وليس فقط هي مساعدات مادية، سواء من المملكة العربية السعودية، من الإمارات، من الأردن، من مصر، هذا الجهد العربي باعتقادي بحاجة لأن يتبلور على شكل مبادرة يمكن أن تكون مختلفة في لبنان عما حصل في غزة، حيث أخفقت كل المبادرات. في لبنان هناك حاجة لدعم حكومة ميقاتي، لأن هذه الحكومة على يعني ما يعتريها من ثغرات في إدائها هي الوحيدة الجهة الرسمية التي يفترض أن تعود وتمسك بأوراق التفاوض، تماما كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رد على المسؤولين الإيرانيين إيرانيين. والذي اتهم طهران بأنها تمارس وصاية على القرار اللبناني. إذا نحن نتحدث الآن عن يعني مرحلة دقيقة ودقيقة جدا. نبيه بري كسياسي محترف يشيع أجواء من الإيجابية، لكن الواقع يختلف تماما. لا يمكن للمفاوض الرسمي اللبناني أن يحتكم فقط إلى مجرد القول أريد تطبيق القرار 1701 وتعزيز الجيش في الجنوب. هذا ليس القرار 1701، هذه مجرد يعني أوراق تجميل لهذا القرار. القرار 1701 يعني الوصول إلى ضبط الأمن على طرفي الحدود، منع إسرائيل من الاعتداء على لبنان، ونشر الجيش بما على الخط نعم، الأزرق بما يحمي لبنان، والتماهي تحت سقف قرارات الشرعية الدولية. هذا لم يحصل إلى الآن، ولا يبدو أن طهران ممسكة بورقة حزب الله جاهزة لهذا النوع من التفاهمات. أنا أشكرك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة، شكرا جزيلا لك.